والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السادة أعضاء جماعة تزنيت، السادة نواب الرئيس، سيد ممثل المنطقة الإقليمية للأمن، سيد ممثل الوقاية المدنية، سيد ممثل السلطة المحلية، سيد ممثل القوات المساعدة، أبنائي ممثلو الجمعيات المختلفة وعلى رأسهم الجمعيات المنظمة لهذه التظاهرة هذا الصباح، نادي أمل تزنيت للدراجات و نادي الرجاء للدراجات. طبعا كما كتعرفوا جميع بأن هذا الطواف السلامة الطرقية للدراجات كيتنظم بهذا الاسم هذا لأول مرة بمدينة تزنيت في إطار المهرجان الأول السلامة الطرقية اللي شرفت عليه جماعة تزنيت. وطبعا هذه مبادرة أولى وتستحق كل تشجيع وكل تنويع على اعتبار أن مختلف الفعاليات بالمدينة ساهموا فيها من مؤسسات رسمية ومن جمعيات ومن كذلك ساكنة. هذه التظاهرة هذه اختار المجلس أنه يحتفل بها هذه السنة بشكل خاص على اعتبار أن الموضوع ديال السلامة الطرقية أصبح يحظى باهتمام كبير جدا من قبل مختلف المؤسسات. وطبعا جماعة تزنيت تستشعر هذا الموضوع هذا وكتعطيه واحد الأهمية اللي كيستحقها من خلال هذه التظاهرة اللي انضمتها لأول مرة. هذه التظاهرة كما عرفتوا جميع احتضنتها مجموعة من الفضاءات ديال المدينة، كان فيها حلبة ديال السلامة الطرقية اللي شاركوا فيها العديد من الأطفال ديال المدينة والتلاميذ ديال المؤسسات التعليمية، كان فيها أروقة وشاركوا معنا فيها واحد العدد كبير جدا من المؤسسات. وطبعا كانت جلسة افتتاحية كذلك اللي كانت تلقات فيها مجموعة من الكلمات اللي كتأكد على الأهمية وضرورة العناية بالموضوع ديال السلامة الطرقية. كما كانت عندنا مجموعة من الأنشطة الموازية ومن بينها التكوين اللي تدار لفائدة مدراء المؤسسات التعليمية وممثلي جمعية الآباء، وكذلك التكوين اللي تدار لفائدة السائقين ديال مختلف المركبات والسائقين بمختلف القطاعات الخارجية والسائقين ديال النقل المدرسي والسائقين ديال سيارة الأجرة، واللي كان فيه واحد التفاعل كبير جدا مع المؤطر اللي هو أحد الخبراء الوطنيين في المجال. طبعا هذا النشاط هذا ديال هذا الصباح يندرج في هذا الإطار ديال السلامة الطرقية. وحنا كنتواجدوا هنا الآن كاين نشاط موازي آخر اللي هو دوري الصداقة الدولي للكرة الحديدية اللي كيتدار الآن وبدات الانطلاقة ديالو في مغرسة الزيتون بحضور عدد كبير جدا من الأجانب اللي كاينين في المخيمات أوليكومبينغ اللي كاينين على مستوى المدينة والإقليم. والمجلس مختلف هذه الأنشطة هذو يرمي بالطبع إلى ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية والثقافة المرورية في صفوف الناشئة اللي شاركت معنا سواء في ساحة المشوار ولا هذا الصباح هذا بكثافة. وكنشكروا الجميع ديال المساهمين وأخص بالذكر الهلال الأحمر المغربي، الهلال الأحمر المغربي اللي تجاوبوا معنا كثيرا في هذه التظاهرة، وأخص بالذكر الجمعية الجهوية للسلامة الطرقية اللي كنشكرهم جميع وكنصفقوا عليهم لأنهم جاونا من خارج الإقليم من مدينة أكادير وتحملوا على السفر وجاو عندنا لمدة 4 أيام وهنا متواجدين بهذه المدينة هذه. كما كنشكروا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية كذلك بأكادير اللي هما كذلك ساهموا معنا قيلة 4 أيام. وكنشكروا كذلك الكشفية الحسنية المغربية، وكنشكروا كذلك منتدى الإبداع والتواصل ونادي الرجاء للدراجات ونادي كرة الحديدية ونادي أمل تزنيت للدراجات ومختلف الفعاليات. نتمنى ما نكون نسيت حتى واحد، مختلف الفعاليات اللي ساهمت في إخراج هذه التظاهرة هذه وهذا المهرجان في هذه الحلة التي ترون. نتمنى أن هذه تكون مبادرة تأسيسية، ونتمنى النسخة الثانية إن شاء الله أن تكون في أحسن حلة، ونتمنى كذلك أن هذا الموضوع ديال السلامة الطرقية ما يبقاش مرتبط بواحد المناسبة اللي هي موسمية، واحد المناسبة ديال 18 فبراير ونمشي ونساو هذا الموضوع ديال السلامة الطرقية. ولكن الجماعة كنقول لكم وكنأكد لكم بأنها هذا الموضوع هذا موضوع ديال التدبير اليومي وكتفكر فيه من خلال اللجان ديال السير والجولان اللي كيحضروا فيها مختلف المؤسسات الأمنية مشكورين. وطبعا هذا الموضوع هذا ما بغيناش يكون مناسباتي،
بغينا نحافظوا عليه وبغينا يكون واحد ندخلوا الاحياء، بغينا في اطار التنشيط ديال الساحات العموميه ديال الاحياء ان هذا الموضوع ديال السلامه الطرقيه كذلك انه يكون حاضر على مدى الشهور والايام المقبله في انتظار النسخه الثانيه للمهرجان. نشكركم ونتمنى التوفيق للجميع. طبعا انا كنأكد مجددا باسم رئيس جامعه تيزنيت وباسم جميع الأعضاء ديال الجماعة بأننا نشكر ونشد بحرارة على أيدي كافة المساهمين في إنجاح هذه النسخة هذه وعلى رأسهم رجال الأمن الوطني، رجال الوقاية المدنية، رجال القوات المساعدة ومختلف رجال الوقاية المدنية كذلك ومختلف الفعاليات والمؤسسات والنيابة التربية الوطنية ونيابة الشباب والرياضة والمندوبية ديال الصحة، كما كنشكر كذلك مختلف الأعوان ديال جماعة تيزنيت وموظفين الأطر اللي ساهموا معنا في إنجاح ديال هذه التظاهرة، ونشد على أيديهم بحرارة لأنهم تحملوا واحد العناء كبير جدا على مدى 4 أيام وطيلة مدة شهر تقريبا من الإعداد لهذه التظاهرة. كنشكر جميع الفاعلين وجميع الحاضرين ونتمنى التوفيق للجميع.